ونتفائل وتفائلت وخدمت وكل معناها عندي انا الدنيا ما توفاش، عندي انا الدنيا انا نكمل نخدم حربي. اما شنية نجيب الطاقة الإيجابية، لازمني لازم نجيب الطاقة الإيجابية، نتفائل ديما بالخير. جماعة خدمت المرمى يعني في باللغة الأردنية، يعني اشتغلت البناء، بناء والله بنية ما تشرفنا. يقولوا، أنا عشان اي يشتغل. البنايه تبني المنازل، يعني تعاون في بني المنازل. اي نعاون في اللي يبنوا في البلد، اشتغلنا يعني خلطوا الرمل والخلطوا الاشياء ذوكم. فقعدي كركر كركوف، ارحب ارحب به. شو مش نحكموا عليها تاو نورس؟ اول مره نلعبوا نورس احنا. ما بعدنا كاو اول مره. تصوري انا نحكم على نورس؟ وش انا بيك؟ ما نحكمش نورس قول والله صحيح، وانا ما نحكمش، وانا ما نلعبش ليه؟ احسن. اما كي لا انا قلت ما نحكمش، انا ربحتني قلت يلا ماكش تعطي احكام. لا لا مستحيل نحكم، انا مستحيل نحكم، كان على الولاد مش الولاد الكل، زاد البلدان. مازالت عندك مع شكون باش تلعب انتي؟ ايه برا، ومن بعد كان فما مقابلة تو تنتقابل باهي. كان ما عندك حد، خلينا نجيبو رباعي. جيب اي، خليني نشوف لك هنا. ديك هكا بالله، خاطر هنرفزوني في الكومنتات. شنيا؟ عامل ديك هكا، اوه يا ربي الكريم، يا ربي نعرف توا واش باش يصير. خاطر هيك تقول في الكومنتات. انا تعرف اش ماشي بالي يحكيو عليا انا، راه لا لا قسما بالله ماشي بالي يحكيو عليا انا، لان انا ما فهمت شيء. قلت يا اخي ركزت في روحي، قلت اني لابسه الدوينه، شبيكي وخايتي من حقي نسال؟ لا عادي، لا والله، لا والله مصدومة يا جماعة، خاطر نقع في الكومنتات ونخزر الروحي، وقولوا لي هي وما فهمت شيء، وانا نقول لا في وانا مخي. وانا يكتبوا لي فينا والله والله نحلف عليهم جماعتي. انا جاوك غادي، راني نعرفهم، راني راهم قوة. مش ناقصين راه. شبيك نورس لاباس؟ شناهي ما تخليني استشمت فيكم يا نورس وخايتي، والله ماناش ناقصين راه، والله لاني ناقصين. لا حول الله، وانتي ما ناقصين. نحن مش شو الزازاري عظم على مراكزي. نورس تحبني، تحبني تعز، نعز عليك والله والله نعزك وربي يعلم. وين وائل؟ وين نعرف عليه؟ نورس تزيد لبيده، والله راني وقلبي يوجعني. متعاركين؟ فما مشكلة بيناتكم؟ ليه مكتوب كل واحد مشى على روحه عادي. البارح كتبت لا عاد، لا عاد وين وائل؟ حال لايف هو؟ لا ماهوش حال لايف. اش بيك يا بنتي وليت لنا كي تعرفي حال لايف ولا ها؟ شنيا؟ لا عاد بلاش، خلينا نكلمو. لا مانيش عندك له اصلا فولو والله. اسمع اسمع ذو حاجة، جيب لنا عبيد. لا نورس، نورس كان نعز عليك شوية. شو باش تعمل؟ شنو كان مانيش عامل؟ باهي لحظة لحظة، أول حاجة هذه صلة الرحم، ثاني حاجة أوكي صارت مشكلة، لكن المشكلة اللي صارت متاع البارح ولا صار مشكلة جديدة؟ عادي عادي، قولي قول عادي. كان متاع البارح راهي مشكلة تافهة، معناها ما تكبروش المشاكل، والله ما أحلاكم، وصليوا على النبي وهو باين يحبك الطفل. عين والله عيني، مش دخل. علاش تعملوا في غضبكم قدام الناس؟ شفت علاه ما تربيتوش مني انا؟ عادي عادي. هاي خليني نجيب، جيب لنا رابع. جماعة التعليقات الكل ممكن تصلوا على النبي، والله صليت على النبي قداش تحل برشا حاجات، والله 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 صليت. التعليقات الكل. اسمع فما واحدة اسمها أم عمر، تعرفها؟ أم عمر ما نعرفهاش أنا، أما تعرضني في الإكسبلور يقولوا لي أطلع أجيبها. أنا نحبها المرأة، تضحكني. يمكن يا أختي ننسى أنا راه. صحيتكم يا جماعة، صليت على النبي في التعليقات، أنا نحب نجيبك يا مين نجار. هكا يمين نجار، خل نشوفو لحظة. تشوف
جيبو جي ننصحك ما تدخلش عندي مي. ليش؟ خاطر معاه ميكس. اسمع خليني نجيب لك. شوف شوف هدي عندها صوت محلي في الغناء. الحمد لله، كيف حالك انت يا ميكس؟ الله يسعدك يا رب. شو اللي سمعته هذا؟ ها؟ سمعت. انتو تركيين؟ والله شوفك مظلوم انت. لا جد، لا تقوليش ايه والله تركيين. لا عسلامة جيني. هاي يا قلبي، كيفك؟ عسلامة. الحمد لله، وانت كيفك؟ منيحة؟ منيحة. هلا 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 ناصر السلطي. الله يسعدك نورس. منورة منورة نورس. طلي ميكس، اسألك بالله بشوف في جد. والله العظيم جد ميكس. ليش طيب؟ ما اتفقوا ما اتفقوا يمكن ما لا يا اخوي، لا دقيقة شوي، دقيقة دقيقة. شو الله عسلف في البث تبعت اول امبارح؟ ما بعرف امبارح. نعم، على سلافة البث اللي صارت، على الموقف اللي صار بينك وبين شو اسمه؟ ايه شوي. مبدئيا هاي اول واحدة. لا 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 لا، والله ما بجيب حدا. شو مالك؟ حبيت اسلم عليك. نحكي معك شوية تونسي. النا زمان على قسم مع بعض. قولي والله. والله العظيم. نورس. نعم. قولي والله ما بجيب حدا. قسما بالليل علي العظيم ما بجيب ولا حدا. هاي ايدي. ايوه ديري بالك، احنا لانه مش ولاد صغار. لا لا لا، والله ما بتاع. شوفك ميكس، شوفك نحفين. نحفين بالعكس، نصحت. لا لا والله نحفين شويه. كول والله نصحت. اوقف يعني؟ ايه وقف، خليني نشوف. زدت 5 كيلو. 5 كيلو؟ انت بكلك ما تجيش 3 كيلو، شوف صغير بحسك. انت كم طولك؟ انا كلي بجيش 5 كيلو ني؟ وين؟ اخ يا ميكس، بتعرف انه انت حالتنا زي بعض هلا. مرحبا يا عمله التونسيه. ايش؟ انا وانت هلا. لا جد، انتوا جد بتشوفوا انفصلتوا؟ والله العظيم انفصلنا يا ميكس. عادي، ترى نحن مو متزوجين. نحن نزعل لما بنسمع انت وضحى انفصلتوا لانكم متزوجين، بس نحن يعني خطبنا وبس. فكله مكتوب. عرابو، ارحب يا عرابو، نورت. تعال بجولني، ايش تعالي جولة احكام. استنى خليني اشوف لحظة. جد يا اخوان عم شوفك. يلا شباب جورد حكام. طب نورس قل لي، انا ما شفتش الاشي اللي صار بينكم وهالقوي انكم تنفصلوا عليه. تكبيس يا جماعه، تكبيس. انا نورس شباب، تكبيس نايم. ها فيني سكر ب 30 مليون تكبيسه؟ سكر لايف وعندي 30 مليون تكبيسه. طيب اسمعوا، بما انه احنا مع نورس، الجوله هاي بدي اياها 12 مليون تكبيسه. اسمعك على شاشة تلفونك وكبس لي لما يجي الدبل. عرابو. يلا تكبيس يا جماعة، تكبيس. والله لا خليك انا ورس تعيطي بالاحكام. يلا بس احكام بسيطة خفيفة لطيفة ميكس. احكام خفيفة لطيفة بسيطة وحلوة. يلا ان شاء الله. تكبيس رجال، تكبيس. جابتكم بالتكبيس، جابتكم. تكبيس يا جماعة. نورس بعد الجولة بدي اياكم موضوع ضروري. ايه ان شاء الله، بس انه لازم سكر تليفوني فيه 5 شحن. حاشا عينيك. يلا يا جماعة تكبيس. شو ماله هذا؟ شو ماله؟ يلا عصام فرجس على الدبل. شو ماله؟ على الصدام 62 وردة. اي حدا عنده وردة كبها. ورد كبولي ورداتكم. وين الغجلاف نتاعي؟ وين ورد 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 ورد. يا رب يا رب تفعلوها. والله ما فزنا ولا جولة يا رجال، اقسم بالله. يس يلا يا جماعة الدبل عنا. انا خلص، انا يلا يا جماعة ما ترحموه. سبب قطعت يا عاد، والله العظيم اني قطعت امبارح. اكبر غلط سويته اني قطعت. والله شو قطعت؟ قطعت اجري. يا لطيف لطف. معي سكري. ريان ارحب يا ريان، لطف يا رب. دبل يا رجال دبل. يلا يا جماعة دبل. دبل يا عيال دبل. عنا يا جماعة الدبل. يلا يا جماعة. والله انت دبل. والله يضحكني يا جماعة. نعم
والله لا خليش تطلعي لي بالحلم. نطلع لك بالحلم؟ والله خليك وانت نايمة تحلمي فيي. ليش انت مفكر حالك وائل؟ ثانك يو ثانك يو. بعد شو بتحبيه؟ أرامو أرامو ثانك يو سو ماتش أرامو ثانك يو. يعني انتوا بتحبوا بعض؟ ارحب ارحب أرامو. شايف شايف ميرسي بوكو. ميكس ها صايرة مشكلة في عيني. سمعك كبس يا رجال انا عملت لها ميوت. كبس كبس. شيل شيل ميوت شيل والله بزعل. هاي كبس شيل عليك كبس. شيل. اه يا رب يلا يلا تكبيس تكبيس. يا جماعة قريب 30 مليون تكبيسة. هذا أرام يزم أرام. حيك يا أرام حي حيك أرام. شو 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 هزك عند ميكس أرام؟ أرام شو شو الخيانة هذه؟ أرجع أرام أول شيء وثاني شيء. ميكس 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 افتح فاتح. والله أنت ما سكرت؟ لا والله إنك كفو قسما بالله إنك كفو. قولي والله والله بحياة أمك. هيا عاد شنية بحياة أمك ميكس. ايش هذاك شنية اللي في ديك؟ هاي خيزران للناس اللي بتغلط بلبها على على ايدها. والله والله اخ يا ميكس شوفك ميكس شوفك لا تكون صايره مشكله في عينك. صايره مشكله بخالتك. كله الى خالتي بحبها كثير انا خالتي. مين هاي اللي جنبك؟ اختي صغيره اشوفها بس انه راح اغطي لها هيك شوي نحي شي شي شبيك بالله برا زمري بري بري انت شبيك مش قادرة تشوف غيره يا ميكس. ام الترند عسى بصير ابعر انا. رد بالك تبعر ميكس رد بالك شو شو ابعد عادلة بس يلا يا اقعد عاقل ميكس. ايه ايه يلا 30 مليون تكبيسة ارحبوا بدي جولة يا اخوان نعبوزينكم بالله عليكم بدي جولة نبوسكم برشا برشا ردوا بالكم تعطيوه الجولة. ارام وظلك هون ما تتحرك وانتم تكبيس 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 وشكرا على 30 مليون تكبيسة نبوسكم نبوسكم نبوسكم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يلا يا جماعه جوله عنا جوله عنا جوله عنا جوله عنا ارحبوا ارامو المكبسونه المكبسون المكبسين يا حبيبي عدنان شكرا يا اخوي الله يسعدك تمد من زود يا خليك معاد يا حبيبي شكرا عدنان واس اتش اي اف يا حبيبي شكرا كل يا نزار يا عمري المكبسين كلكم 34200 عبد في اللايف كلكم محليكم نعبودينكم نموت عليكم نبوسكم برشا. اي اي جاني يزي 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 من البوس نيكس. والله ما بفضل اشتغلتش بيه انا بوس متابعيني. يلا الحكم الاول ما سماح ميكس. لا خلي عنك بالله عليك حكميني. لا وين لا انت انت فكر الحكم اللي انا حكمتك اياه وبعدين ما نفذتموه. لا لا بالله عليك حكميني بحياتي مش تحكميني. لا حكميني وجهك انت الحكم انت اصلا ما بتنفذ احكام انت ما نكفو احكام. مين قالك ان انا كفو احكام؟ والله ما عاد رح العب معك لكن شو شو المكبسين عندي ولا والشباب وشوف شو شو هذا لازم والمكبسين اللي عندي والله العظيم انا ورسسه لو تفتحي جوله اقسم بالله لو كلتش اكل. انت دائما هيك انت دائما هيك. طيب الحكم الحكم تبع المره الاخرى وينه؟ ايوه انت بديش منها انت انت عمرك شفت علي تحكميني يا يا ربي ليش هيك حكمتك وقلت لك تكتب في البايو شيء وانت ما كتبت تكتب الرسمي رسمي. والله يا ميكس ما بيصير هيك ما ب... ما كنت مفكرتك هيك بصراحه كنت من جدك يا ميكس. ميكس امتى رايح على تونس؟ نورس عادي والله عادي سؤال عادي عادي جدا ترى مش رايح لتونس هسه مش رايح لانه راح الفصل الحلو
والله في الصيف القادم ان شاء الله بنشوفك في تونس. ان شاء الله الصيف القادم تلاقوني بجربه. جربه ان شاء الله. والله والله انك كف ان شاء الله. متى رايح لبلادك ان شاء الله؟ شو متى رايح لبلادك؟ يا رب ان شاء الله راح نلتقي في جربه ان شاء الله. والله والله ان شاء الله يا رب. ليش ما تروحي ليش ما تروحي المره الى تونس؟ انا بدرس ميكس وبعد 10 ايام راجعة دراسة يعني. ورس بيقولوا لي هذا لينسز اللي حطيته صح؟ ايه صح لينسز. انت شو لون عيونك يا نورس؟ بني. طب شو بدك احسن من اللون الطبيعي؟ ليش تحط لينسز؟ دائما انا دائما شو بتعرف شو يمكن انه لو ما صارت في ضجة هيك والناس بتحب تشوفني، ترى خرجوا لي صوري وانا صغيرة وكثير ناس بتعرف لون عيني الحقيقي، بس انه هيك بحبيت انه الناس كلها لون عيون نورس، عم يعملوا فيك وعم يعملوا ابلكاسيون حتى يبدلوا لي لون عيوني، وانا هيك حبيت انه بحب التحديات. شبيك ميكس؟ فيش والله. فيش خالتك. خالتك جدتك انت. جدتك انت. تعرف تحكي اردني؟ مين علمك اردني انت؟ بعرف احكي سوري انا. احكي سوري والله. تحكي شاوي؟ احكي شاوي يلا، شامي مش شاوي اول شيء. درباي قلبه مو قلبك. تعرف شو يعني؟ يلا 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 شفتك على خير، يلا اتركني ميكس، رح سكر. لويش؟ والله رح سكر ميكس. عليه؟ استنى خليني اشوف شيء، استنى رح اعلق، رح اعلق استنى. استنى بوي. قلت شو قلت؟ والله بعدني بدي اقول لك شيء بس بديش اقول لك شيء هون والله. شو؟ ما بدي اقول لك هون. ليش؟ حتصير دراما. بيخص شو؟ بيخص موضوعنا؟ بس والله والله نورس اللي بتعملوه غلط والله. واللي بتعملوه غلط يا ميكس. لا مش غلط. فان شاء الله اللي انت بتعرف كله مكتوب وقسمه ونصيب، وان شاء الله اللي فيه الخير ربي يسهل فيه. شفتك على خير ميكس، انت بتعرف انك اخ عزيز وغالي على قلبي، ان شاء الله الله يسعدك. الله يخليك. وشفتك على خير يا ميكس، سلام.